عالمك انت بالموضة. شلون يعني انت تغني؟ يعني انا اغني كل مرة تبقى تغني خيو؟ لا اله الا الله. هات لأشوف سمعني خود دوامي كنا عايشين عيشة تطب سبع رواح عم نكبر فيها من سنين جنب الحياة تمشي بترتاح. دوامي كنا عايشين عيشة تطب سبع رواح عم نكبر فيها من سنين جنب الحياة تمشي بترتاح. خبز دور وفواتير وموظف عامل وزير العيشة كلها تعتير كل واحد عنده مفتاح. الله بشرفك هذا صوت هاد اسا الله يسمعك البعد اسماء. يلا 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 خص ودور وفواتير وموظف عامل لي وزير خص ودور وفواتير وموظف عامل لي وزير العيشة كلها تعطي كل واحد عنده مفتاح. ما تلعب بحكي لها يا رب تلعب سيدي. الحمد لله على سلامتك وحسبي الله ونعم الوكيل. لك شلون هيك بيضحك عليك؟ لك شلون بياخذ منك 15000 ليره وبقول لك الطريق مرصود وقناص ودنيا؟ لك ليش ضل حدا في البلد؟ لك ليش ضل شباب في البلد؟ ايه ايه قال لي بتقطع الشارع الطريق مرصود وفي ارهابيه. قطعت الشارع ما حدا ضربني اعطيته 10000 ما حدا قتلني. لك انا ارهابيه وانا دنيا وانا قناص. لك اصحايا اكرام لك هدول اسمهم ارهابية دول. لك هجروهم من بيوتهم طالعوهم من بيوتهم كلهم مدنيين كلهم اطفال. لك اقسم بالله انا لولا امي هون عم اغسل لها الكلاوي ومريضة والله العظيم لاطلع معهم. الله 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 يشفيها. بعدين تعال هون انت امبارح ايش كنت عم تعمل عند دوار جسر الحج؟ انا نزلت اشتري كباسة كباسة جبنة الي وضحكوا علي ما اعطوني كباسة جبنة اعطوني كمبيوتر فتح سكر لابتوب بعطوك. اول مرة ما بينضحك عليك مع اني هذا مال حرام وكله تعفيش من بيوت الناس. ما ضحكوا علي رحت رجعت لهم ياو واعطوني كباسة جبنة عشان تنفرق مية. لك الله يا مش قدك طشم مش قدك طشم. خيو لا تعيط علي. لا بعيط عليك. لك ومن اسبوع حدا بيشتري آلة حاسبة على اساس موبايل ياباني وانت جنابك فرحان عليه وبتقدر تشتري له بيت تحطه على خصرك. ايه ايه عسيرة البيت بارك لي اشتريت ارض. اين ارض ومن الله؟ باتو. ايش بعت؟ بالبيت باتو. لك اين بيت؟ الله لا يوفقك. لوين بعته ولمين؟ بعت البيت 300000 واشتريت نجمة. ايش اشتريت؟ نجمة. لك شلون يعني نجمة؟ مو بالانترنت بيعوا نجمة اشتريت نجمة والله سميتها اسمي اكرم حاج عبده. الله لا يوفقك. والله الله لا يوفقك. لك ايش لك فيها؟ لك ايش بدك تعمل فيها؟ لك شقدك درويش؟ لا هالمرة انت درويش انا ماني درويش. بكره بس خلصت هون عتبة تدور بنطلع لهنيك بيجي صاروخ من السفر لهنيك والله يقطع. خيو انا سلام عليك. خليك نام عندي مالك شايف المطر وبرد بوز برا يا زلمه بتمرض الله وكيلك بتمرض. خلص نام عندي اليوم بكره بروح عندي. روح نام روح نام. خلص نام عندي عم بقول لك مليان حواجز تحتهم ويضحكوا عليك كمان. ما في حواجز. يا
لك شلون يعني ما في حواجز؟ تحت بيتي بالذات في حاجز للروس، وبعد 50 متر في حاجز للإيرانيين، وبعد 200 متر في حاجز للشبيحة، وقيل ما في حواجز، وهيك هيك المطر كبس خلص خليك عندي. بس ما في حواجز للإرهابية، خليك، ما في. طب عمور عمور، أنا رايح أجدد كاسة شاي، خليكم. بس صوراني ومسخة، شلون دقنا ما عندك أنا من هنا؟ لك والله وأهلي بحاج كرم. وينو هاي؟ يا الله يا صافي، بشرب الشاي لحالي. شو هاي؟ مو قلتي يا معلمي رح يجبت البيجة لك يا أصطع عمرك أعلان. هاي أنت بدك تهاجر من البلد؟ بتدمر بيتك وما عاد عندك شغل؟ خايف تقطع الحدود؟ وخايف تغرق في البلم؟ شغلتك بسيطة وحلك عنا. أبان ملك التهمان، بر بحر جو، بجواز سفر نظامي أو مضروب، وحتى إذا ما في أبدا. تركيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، جزر القمر، ولكل العالم مع أبانون. لا تأكل هم الحدود. الله حيه بحده، والله على راسي يا بحده، الحمد لله ماشي الحال. لا والله ما نزلت اليوم، مو شايف الجو ومطار وبرد والوضع، والله مو عاجبني بنور. ايه والله الحمد لله رب العالمين. ليش ضل خضرة الواحد ينزل ولا ضل شيء بهالبلد؟ خليه يا ربه، مو طالعة همه هالقصة وهالشغلة. ايه الولاد، لا منيحين الولاد. ايه عم يدرسوا لك؟ عم يدرسوا. ايه بدهم يصيروا دكاترة مهندسين. ايه والله ماشي الحال الحمد لله. انت كيفن ولادك واخبارك؟ احلى بحده. طل حوالية، تعال خلينا نشوفك. على راسي بحده، الله معك، مع السلامة. ولا انت وياه ما عندكم بكرة امتحانات مذاكرة؟ هلا وقت اللعب انت منك الى ولا؟ قسما بالله العظيم بكره اذا ما بتاخذوا علامات منيحه، لا انت ولاد ولا بعرفكم، فما منك الى ولا؟ قوم على الدراسه بسرعه. يلعن ابوكم على ابو هالبيت. وانت وليه اعمل لك كاسه شاي الله يعدمني اياك. السلام عليكم. سلام. طمنوني، شلون علاماتكم اليوم؟ عفوا بس مين الأخ؟ هلوش مو غريب علي. هلوش مو غريب عليكم؟ رسبتوا يا فلان؟ رسبتوا أنت ويا أولاد؟ رسبتوا يا أولاد الكلب؟ الجيش الحر الله يحمي، الجيش الحر الله يحمي، الجيش الحر الله يحمي، الجيش الحر. خيو سهرنا لك سهرة أنا ومطيع، لا روح روحك.
زلمه سكر التليفون، نحن مالنا في بلدنا يا زلمه. هلا الشرطه بتخالفنا. صلي لي على النبي خيو، كله برتشي خيو. ايش فواكي ايش مواكي، انبسطنا انبسطنا انبسطنا. خلص ايه خلص، المثل ما سبق اكمل لك. ماشي يلا سلام سلام يا حبايبي. طلع شميسه وهوايات لك، شي بيرد الروح. اي والله لك يا اخي، نحن ببلد غريبه ما بتعرف، هلا بتوقفنا شرطه المرور. انت لسه كل شوي تليفون الو 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 الو. لك ما بسر ولو بس انت بتضل جبان. انتبه ها في وادي قدامك. لك شايفه؟ طب هدي. لك مش انا ايش بدي هدي. طب طبعا قربنا على الوادي. لك عادي عادي. لك انتبه الوادي. لك شايفه؟ انتبه. لك شايف ايش فايلاتك؟ بموت. لك قلت لك انتبه، قلت لك انتبه يا جحش يا جحش. مين مين؟ اه اه انا ايش ده انتبه؟ هو النظام السيارات عندهم تركيزات على اليمين مو مثل عنا يا بهيم. ايش يعني؟ يعني انت كنت عم تسوق. الله لا يوفقك. بيحبك. ايه قل لي انتبه. Come on, come on, come on.